انطلاقا من دورها التوعوي ومساهمتها في مكافحة الجرائم الانتخابية، أطلقت النيابة العامة حملة توعوية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالجريمة الانتخابية منذ بداية شهر يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية العملية الانتخابية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذة موزة النعار، رئيس نيابة الاستئناف. أهلا بك أستاذة في نشرة الثالثة. طبعا بداية حدثينا عن الجرائم الانتخابية التي تحدث طبعا خلال مراحل العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا الموضوع. أما بشأن الجرائم الانتخابية فود أن أبين أن العملية الانتخابية تمر بمراحل متعددة، بداية من نقيب الناخبين وإعلان الكشوف النهائية حتى إعلان النتائج. وقد جرم المشرع البحريني المساس بالعملية الانتخابية في كافة مراحلها من مجموعة من الجرائم الخاصة تسمى الجرائم الانتخابية، والتي تضمن نزاهة شفافية العملية الانتخابية. من هذا المنطلق فقد حرص سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البانيل على تنظيم إجراءات التحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم، بأن أصدر سعادته قرار رقم 51 لسنة 2022 لتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الجرائم الانتخابية برئاسة محامي عام وعضوية السيد الكاتب من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة الجرائم الانتخابية التي تُعتبر بالمخالفة لإحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية والتصرف فيها وفق صحيح القانون. والجرائم الانتخابية متعددة ومتنوعة وفقاً للمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية. نعم أستاذة موزة، عفواً على المقاطعة، ولكن ما هي أنواع الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية كونها المرحلة طبعاً الانتخابية الحالية؟ الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية متعددة ومتنوعة، منها الجرائم الماسة بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية مثل ما نص عليه المشرع من وجوب وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في سائر أنحاء مملكة البحرين قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع ب 24 ساعة. ومن بين تلك الجرائم أيضا الجرائم المتعلقة بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية. نعم. ومنها مخالفة ما نص عليه المشرع من حظر تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في أماكن معينة من بينها دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس أو إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية بالقرب من مواقع الاقتراع والفرز. وأخيرا هناك جرائم تتعلق بوسائل الدعاية الانتخابية، والتي نذكر منها استعمال شعار الدولة الرسمي في الدعاية الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل أو التمويل والإنفاق غير المشروع على الدعاية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات. نعم. أو مساعدات نقدية أو عينية وغير ذلك من المنافع. نعم، إذن الأستاذة موزة النعار رئيس نيابة الاستئناف، شكرا جزيلا لك.